الدستور، لأنه ده أبلغ رد على الغرب وعلى القوى الإقليمية اللي بتشغل ضد مصر، على الناس اللي قالوا دي انقلاب وليست ثورة. زي ما بقول يعني انقلاب ماشي، قولوا زي ما انتوا عايزين. طب الدستور إن شاء الله اللي هياخد موافقة عالية جدا، القوات المسلحة هي اللي هتصوت جواه ولا الشعب؟ أعتقد التصويت العالي من الشعب على الدستور هو تصويت أيضا على الثورة، أنها ثورة وليست انقلاب. عيد الميلاد وعيد المولد النبي الشريف، إنما فيهم عيد ميلاد ثالث ملوش وفاء وملوش نهاية وملوش تكرار، لأن إحنا إن شاء الله بنحس إن الدستور ده هيمر بمصر عقود من الزمان إن شاء الله. لغط في إيه؟ هات لي فئة من المجتمع المصري بتقول الدستور ده مش بتاعي، هات لي إنسان مصري يقول الدستور ده تجهلني. أتحدى لو في فئة تقول الدستور ده نساني وما حطش مادة تخصني.